عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنحكي قصة جميلة قوي، وهي قصة نملة سليمان. كان يا مكان في قديم الزمان، ربنا سبحانه وتعالى بعث نبي جميل جدا اسمه سليمان. طيب، نبي الله سليمان عليه السلام جه قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى يا أصحابي أنعم عليه بنعمة عظيمة جدا، وهي إن ربنا علمه لغة الطيور والحيوانات. إيه ده؟ يعني إيه يا معلمة؟ يعني لو قلت أنا ونويت يا أصحابي هاو هاو، إحنا هنفهم هي بتقول إيه؟ أو هي عايزة إيه؟ لا طبعا مش هنفهم القطة، إن إحنا ما نعرفش لغة الطيور والحيوانات، لكن ربنا سبحانه وتعالى علم سيدنا سليمان لغة الطيور والحيوانات، وإن هو يفهم الطيور والحيوانات بتقول إيه وبتتكلم بتقول إيه. طيب، ربنا سبحانه وتعالى كمان أنعم عليه بالنعمة دي عشان هو كان عايز يفضل سيدنا سليمان بحاجة معينة. في يوم من الأيام يا أصحابي، سيدنا سليمان كان ماشي مع جيش كبير جدا وضخم من الحيوانات والطيور، وهم ماشيين عدوا على وادي نمل. عارفين طبعا النمل حجمه صغير قوي يا أصحابي، وبيعمل بيت كل النمل بيتجمعوا فيه يعيشوا فيه ويساعدوا بعض فيه. النمل كان مشغول جدا ما عدا نملة واحدة بس كانت منتبهة، وشافت سيدنا سليمان وهو جاي من بعيد ومعاه الجيش الكبير قوي بتاعه. فخافت جدا يا أصحابي على نفسها وعلى إخواتها النمل إن سيدنا سليمان عليه السلام يدوسهم هو والجيش بتاعه وهم لا يشعرون، يعني وهم مش حاسين بيهم يا أصحابي. فراحت نادت على النمل وقالت لهم يا أيها النمل ادخلوا منازلكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالت لهم بسرعة بسرعة يا نمل ادخلوا جوه بيتكم عشان سليمان وجنوده جايين علينا بسرعة بالجيش الكبير بتاعهم، واحنا صغيرين قوي لازم نستخبى، لو ما استخبيناش ولا سيدنا سليمان ولا الجيش بتاعه هيشوفونا وطبعا هيدسونا ونموت. مين بقى يا اصحابي اللي سمعها؟ سيدنا سليمان، لان ربنا زي ما اتفقنا علمه لغة الطيور والحيوانات. سمعها سيدنا سليمان وهي بتتكلم مع اخواتها النمل، وايه وضحك وضحك قوي سيدنا سليمان، لانه طبعا عرف هي بتقول لهم ايه. بتقول لهم يلا بسرعه يلا بسرعه ادخلوا البيت بتاعنا لحسن سيدنا سليمان يدوسنا برجله هو والجيش بتاعه. فضحك سيدنا سليمان من قولها وقال للجيش بتاعه وامرهم ان هم يمشوا بالراحه خالص يا اصحابي عشان ما يدوسوش النمل ومحدش منهم يتاذي يتصاب بأذى. شفتوا قد إيه معجزات ربنا سبحانه وتعالى عظيمة جدا؟ علم نبي من الأنبياء لغة الطيور والحيوانات، ولو سيدنا سليمان ما كانش يعرف لغة الطيور والحيوانات كان هو والجيش بتاعه داسوا النمل يا أصحابي وأذوهم، لكن ربنا سبحانه وتعالى يا أصحابي رحيم جدا. تعالوا بقى نشوف فيديو جميل جدا عن قصة النملة مع سيدنا سليمان، أسيبكم تتفرجوا على الفيديو. قال الله تعالى في سورة النمل: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أنعم الله على سيدنا سليمان عليه السلام نعما كثيرة، منها أنه سخر له الإنس والجن والطير
وجعلها تحت إمرته، وعلمه لغة الطير والحيوان على اختلاف أصنافهم. وفي يوم من الأيام جمع نبينا سليمان عليه السلام جنوده من الإنس والجن والطير، ووزعهم كلا حسب منزلته، وأمرهم بالمسير في انتظام بحيث لا يتقدم أحد على أحد. وفيما هم يمشون مروا على واد من النمل، وكان النمل منشغلا في عمل فلم ينتبه أحد من النمل إلى نبينا سليمان عليه السلام وجنوده إلا نملة كانت تراقب ما يقوم به النمل من عمل عن كسب. فشاهدت النملة نبينا سليمان عليه السلام وجنوده يتقدمون نحوها، فخافت على نفسها وعلى أخواتها النمل أن يحطمها ويدوسها جيش سليمان عليه السلام دون قصد، فأسرعت خائفة نحو أخواتها من النمل، وقالت بصوت مرتجف ومتقطع: أيها النمل، أسرعوا وادخلوا في منازلكم، فإني رأيت سليمان وجنوده يتقدمون نحونا، ونحن صغار الأجسام ولن يشعروا بنا، فإذا لم تختبئوا فسوف يحطمكم سليمان وجنود. سمع سليمان عليه السلام ما دار من حديث بين النملة وأخواتها، وفهم ما قصدته النمل، فتبسم ضاحكا من قولها، ثم أمر جنوده بالمسير ببطء حتى تدخل النمل ولا تصاب بأذى، ثم رفع يديه إلى السماء شاكرا الله تعالى على نعمه الكثيرة قائلا: اللهم ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي، إذ علمتني منطق الطير والحيوان، وأن أشكر نعمتك التي أنعمتها علي وعلى والدي بالإسلام والإيمان بك، وأن ترشدني إلى طريق الخير فأعمل به، وأن تدخلني جنتك التي وعدت بها عبادك الصالحين، إنك سميع. هتوحشوني قوي قوي، اشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.